السلام عليكم اخوت، معكم محمد مقام طامن. كي داير بخير؟ لاباس عليكم؟ واش تعاودوا؟ اليوم غادي كيما شفت ما كاين لا انترو لا والو، غادي نعطيكم واحد البلان كان وقع ليا من مع الاكسبريس والبوسطه. كنت كومونديت واحد الكابل تايب سي ار جي بي من علي اكسبريس ب 4 دراهم من عروض جروب باي، كيما وريتكم في هذاك الفيديو الاول ديال دوك العروض اللي يمكن لك تلقى بيها 7 دراهم ب 3 دراهم كاع الى غلات 4 دراهم. كنت سنيت كما ديال هذا الكابل، سنيت شي 28 يوم هكاك. تاول البارحين تيصوني عليها الفاكتور، فما ولا فاش لي تيصوني الا جات شي سلعه ولا شي حاجه تيلقى عليها في الدار، طلب مني نمره لاكارت تعطيني بياس شي هاد المره صونا. هبط عندو تا عطاني هاديك الباكيج اللي جاي فيها هاد الكابل. هما في تنقص هذاك الباكيج بين الكابل اللي جاني، ماشي شي حاجه. الله بيدخل في حالي قال لك اجي اخونا خلص ليا تي، وانا بديتو حتى نتوما بحال سبيد طاف. قال لي اياه، قلت له شحال تماك كاع؟ قلت له الكابل شاريه رخيص، شحال تماك؟ يقول لي 63 درهم. قلت له واخا، قلت له قال لي 63 درهم بزاف، كابل شارينا ب 4 درهم سوينا بشحال كاع؟ 20 درهم 30 درهم، نخص عليه 63 درهم. اخا اش ندول هادي؟ اش فرا هادي؟ يقول لي اخويا، قال لي انا الشي اللي عليا، قال لي توصل لك السلعه هادشي اللي عليا. قلت له قال لي هما اللي تيقطروا تحطوا الاثمنه، انا ما عليا. بغيت تخلص انا نعطيك البياسه، باش تخلص انا نعطيك واحد الفاكتوره. الا بغيت تمشي عندهم قال لك تندم معاك تندم معاك الحال، وبيجي يجي تجي ديالك خلص لهم 63. صراحه انا قبضت ديك الفاكتوره قدام، قلت لها قلت واش انت طايح على راسك؟ كابو شاري ب 4 دراهم ومخلص 63 ونشرك مانيت. لا باقي ندفع، باقي في الزبل. لا أبقي فيها شي نقولكم، المكتوبة فيها لي 63 درهم. هادشي 63 درهم، 63 درهم. هاهي شو هاهي 63. اللي ما عارف الفاكتورة، طبعا حط لكم فاكتورة هي نحطها لكم هنا. هاي فاكتورة هي هادي، جيبها ليا أغلبية في الجروبات اللي تيشرو من أليكسبريس، حاطينهم 63 درهم. اللي جا اللي شرا كابل، اللي شرا كيس، اللي شرا سيبورا، حاطين لهم 63 درهم. كلشي حاطين لي 63 درهم. واخا تشري حجرة بدرهم بحال هادي، تشريها من تما كيحصل لك 63 درهم. تيبان لي الخوت ما بلانش، تيبان لي هادو راه صافي، تا واحد ما غادي يشري من علي اكسبريس. هادي هي نهاية علي اكسبريس، تيبان لي شراها عبر الانترنت. شي تيبان لي لي تا جوميا ما فيهاش اثمنه مزيانه، منين بغيتي تشري مالك منين تشري؟ حتى الدراري كان تلقى مسكين عنده 100 درهم في السياج، تمشي على الاكسبريس يحرك شويه بشويه، تجي سلعات يعاود فيها البيع تحتها في ماركت بليس. ما تبان لي حبسوا عليهم، ما باقي كاع يشري والو. هو نصيحه الاخوت، ما تشوفش من على الاكسبريس كيما شفتو شطرا معايا انا في كابل. هو يشوف بنادم يقطع الكازا، يشوف شي جمال، تيجيب سلعه رخيصه تقطع من عنده يعاود فيها البيع خير، خير يعمل يعني شركة اليكسبريس. حيت تيبان ليا راه تشري بياسه 63 درهم قضية حامضه. ايوا نتمنى يكون خير، الله يهدي الناس علينا وصافي. هادشي اللي كاين، ما تنساش تدير لايك وسبسكرايب، نشوف فيديو جديد ان شاء الله.